إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأخلاق الإنسانية العظيمة التي تعارف أصحاب العقول السليمة على احترامها وتقديرها وتعظيم من أتى بها، إن من تلك الأخلاق خلق الوفاء. وقد كانت العرب تضرب الأمثال، فمن أمثالهم هو أعز من الوفاء. فلما رأوا ندرة هذا الخلق وعزة وجوده في الناس، ويظلون الأبد مفتقدين إليه باحثين عنه، فنادرا ما يلقونه وقل ما يجدونه، وعلموا أنه صعب المنال جدا لا يدركه إلا الأفذاذ من البشر، ضربوا بنظرته الوفاء فقالوا هو أعز من الوفاء. فجعلوا للشيء الذي لا يمكن أن يتحصل عليه إلا بشق النفس أو ما فوق ذلك، جعلوا له المثل المضروب بالوفاء المفقود. وكانت العرب تقدر هذا الخلق جدا، فلما جاء سيد الأوفياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتكز بعد ارتكازه على موروث الفطرة السوية على الحقائق الشرعية المرعية. الوفاء إتمام العهد وإكمال الشرط، ضده الغدر، وهو خلق قبيح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منه كثيرا، ودعا في المقابل صلى الله عليه وسلم كما دعا الكتاب العزيز إلى الأخذ بنقيضه، وهو الوفاء. وقد أمرنا الله رب العالمين بصدق اللسان وصدق الفعل جميعا، وهذا هو الوفاء. فالوفاء
صدق اللسان والعمل معه، وهو مختص بالإنسان، فمهما فقد الإنسان الوفاء فقد حظه من الإنسانية أصلا. وقد أمر الله رب العالمين في كتابه العظيم بالوفاء في آيات كثيرة، يقول ربنا: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فأمر الله رب العالمين بالوفاء بالعهد، بالعهد الذي قطعه الله رب العالمين على بني آدم في عالم الدر، إذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا العهد الذي أخذه الله رب العالمين بالميثاق الأول يطالب الله رب العالمين بالوفاء به والرجوع إلى الفطرة التي لم تنتكس، من أجل أن يكون الإنسان إنسانا. ولا يستطيع هذا الخلق إلا الأفذاذ الأقلون من البشر، وقد بيّن لنا ربنا ذلك في كتابه العظيم، يقول ربنا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، فأكثرهم كما ترى لا عهد له، ومن لا عهد له من أهل الغدر لا محالة. فأخبرنا الله رب العالمين بأن أهل التحقق بهذا الخلق العظيم هم الأقلون عددا، الأرفعون قدرا. والوفاء وفاء بالعهد، ووفاء بالعقد، ووفاء بالوعد، هذا من حيث الموفى به. فالوفاء صدق اللسان والفعل جميعا، وأن يكون الإنسان على هذا النحو من الصدق ظاهرا وباطنا، وحينئذ إذا ما تعلق الوفاء بشيء أتى به على وجهه من غير ما نكت ولا غدر، ومن غير ما ارتكاس في تلك الحمأة الوبيلة بالبعد عن الأخلاق التي جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتممها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. ويقول في رواية صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه في استفتاح قيام الليل في الهدأة، في الخلوة لا في الجلوة، في التضرع الأوفى والإقبال على الرب الأعلى: اللهم اهدني لصالح الأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، صلى الله عليه وسلم. فتأمل في هذا الدعاء طويلا، وهو من هديه في استفتاح قيام الليل، عندما يقبل الإنسان على ربه متجردا بعيدا عن أعين الناظرين، خاليا بنفسه لنفسه أمام ربه، ناثرا ذات ضميره، مقبلا بسويداء قلبه على مولاه: اللهم اهدني لصالح الأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت، وانظر إلى تجرده وعبوديته الحق، صلى الله عليه وسلم، لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واصرف عني، دلالة على أمر كبير، وهو أن تلك الأخلاق السيئة
كأنها رماح مصوبة لا يكاد يفلت منها إلا من رحم ربه وقليل ما هم. ولذلك لم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصرفني عن سيء الأخلاق، وإنما قال واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت صلى الله عليه وسلم. الوفاء بالعهد، وهو أي العهد الموفى به هنا المطالب بالإتيان بالوفاء به على النحو، وما أحل الله رب العالمين وحرم، وما فرض الله رب العالمين وبين في كتابه العظيم. أمر الله رب العالمين بالوفاء بالعهد بالإتيان بما جاء في القرآن مما أمر به ربك، والبعد عما نهى عنه مولاك، مع النظر فيما تضمنه القرآن العظيم من دعوة إلى حسن الخلق، ومن دعوة إلى البعد عن سيء الأخلاق. وأما الوفاء بالعقد فالعقود عقود الإيمان، الإيمان والقرآن. الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود، جمع عقد، والعقد كما يقول العلماء عقد الإيمان والقرآن، وهو ما يكون بين الناس أيضا من عقود. وأما الوفاء بالوعد فالصبر على تحقيق ما وعد به المرء غيره من أجل أن يأتي به من غير ما إخلاف فيه. ومن عظيم قدر هذه الصفة الجليلة حتى عند العرب في الجاهلية وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضربوا المثل بمن بلغ فيه غاية وانتهى فيه إلى نهاية. فممن ضربوا به المثل في الوفاء السموأل ابن عادياء اليهودي، فيقولون وما زالت العرب تقول وستظل تقول أوفى من السموأل. يضرب به المثل في الوفاء، فما هي قصته؟ السموأل ابن عادياء، من غير إثبات الهمزة أو بإثباتها، السموأل بن عادياء اليهودي، كان من وفائه أن الملك الضليل امرأ القيس لما قتل أبوه أراد أن يأخذ بثأره، فلم يبلغ من ذلك شيئا، فظل يدور على قبائل العرب يهيج النخوة ويثير الحمية من أجل أن يكونوا معه على بني أسد قاتل أبيه. فلما لم يبلغ من ذلك شيئا سمت همته إلى الذهاب إلى قيصر، وأراد أن يجعل دروعه وأسلحته وما يريد أن يحفظه، أراد أن يجعل ذلك كله عند رجل أمين لا يغدر، فجعلها عند السموأل. لما أراد الخروج إلى قيصر استودع السموأل أدرعه ومضى، فما قضى من لباناته وما بلغ من حاجاته عند قيصر شيئا، وأهداه حلة مسمومة، فلما لبسها في حال أوبته وعودته تقرح جلده ثم مات وهو ذو القروح لذلك. المهم أنه لما مات جاء رجل من قرابته غير القريبة، ملك من ملوك الشام، يطالب السموأل بأدرع امرئ القيس، فتحرز منه السموأل في حصن له، فأخذ الملك
ابنا للسموألي وكان خارجا من الحصن، فصاح الملك بالسموألي فأشرف عليه. اطلع السموأل من أعلى الحصن إلى الملك معسكرا بجيوشه أمام الحصن مطالبا بأدرع امرئ القيس وبالأمانة التي عند السموأل، فقال: هذا ابنك في يدي، وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي هو من عشيرتي وأنا أحق بميراثه، فإن دفعت إلي الدروع وإلا ذبحت ابنك. فقال: اجعلني في حل قليلا، أجلني. فأجله، فجمع أهل بيته ونساءه فشاورهم، فكل أشار عليه بأن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه. فلما أصبح أشرف عليه وقال: ليس إلى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع. فذبح الملك ابنه وهو مشرف ينظر إليه، ثم انصرف الملك بالخيبة، فوافى السموأل بالدروع الموسمة فدفعها إلى ورثة امرئ القيس، ولم يقبل أن يتورط في غدر في مقابل أن يفدي من الذبح ابنه، وإنما أريقت دماء ابنه تحت عينيه يشهد ذبحه تحت باصرتيه، وما هو إلا أن يدفع الدروع إلى الرجل حتى يخلي عن سبيل ابنه ثم ينصرف. ولكن يقول: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت، وقالوا إنه كنز رغيب، ولا والله أغدر ما مشيت. بنى لي عاديا حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت. فما الذي أحتاجه؟ الماء عندي موجود مبذول، والحصن منيع قائم، وما هو إلا فلذة كبد هنالك وينقضي الأمر، ويظل الذكر حميدا أبد الدهر. وقد كان وهو يهودي كما مر ذكر ذلك، وكل ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الأعشى في ذلك: يحض الناس على أن يتشبهوا بأصحاب الأخلاق الرفيعة. والأعشى ميمون بن قيس كما هو معلوم كان قد أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاصدا لقاءه، وصنع قصيدة في مدحه صلى الله عليه وسلم، فلقيته شياطين قريش فقالوا: يا أبا بصير إلى أين؟ فقال: إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنعم ما جاء به. وكان الأعشى سكيرا لا يمكن أن يتخلى عن الخمر لحظة، فقالوا: ألم تدري أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر؟ ودفعوا إليه باطية خمر، فأتوه بطعام من كبد ومن سلام، فما زال يهذي شاربا مخمورا حتى سكر، ثم عاد من غير أن يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهلك على ذلك. يقول: كن كالسموأل إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جراري، بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير غدار، إذ سامه خطتي خسف فقال له: مهما تقله فإني سامع حاري. وحاري ترخيم حارث،
فقال غدر وثقل أنت بينهما فاختر وما فيهما حظ لمختار. إما أن توصم بالغدر وإما أن يصيبك الثقل بذبح الولد تحت ناظري فاختر. فقال غدر وثقل أنت بينهما فاختر وما فيهما حظ لمختار. فشك غير طويل ثم قال له اذبح أسيرك إني مانع جاري. هذا له خلف يعني ولده، هذا له خلف إن كنت قاتله وإن قتلت كريما غير خوار. فقال تقدمة إذ قام يقتله أشرف سموأل فانظر للدم الجاري. أأقتل ابنك صبرا أو تجيء به طوعا؟ فأنكر هذا أي إنكار. فشك أوداجه والصدر في مضض عليه منطويا كاللذع بالنار. واختار أذراعه أن لا يسد بها ولم يكن عهده في غير مختار. وقال لا أشتري عارا بمكرمة فاختار مكرمة الدنيا على العار. والصبر منه قديما شيمة خلق وزنده في الوفاء الثاقب الواري. يبقى الذكر أبدا ما لحق بالأخلاق السوية وما نبع من المنبع الطاهر. وأين هم أهل الغدر على مدار التاريخ؟ جئني بحرف واحد في ذكرهم إلا إذا استخرج من مزبلة التاريخ ذما وقدحا وشتيمة وشينا. وأما أصحاب الخلق الفاضل كهذا الذي نحن فيه، ودعك من هذا كله الآن فانس ما مضى واسمع كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سيد الأوفياء حقا وصدقا. وما السموأل هذا في وفاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما يكون وفاؤه وما يبلغ أن يكون في وفاء سيد الأوفياء وصفوة الأصفياء وخلص الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله ابن رباح عن أبي هريرة فيما يأتي عن أبي هريرة بعد. قال عبد الله ابن رباح رحمه الله: وأفادت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض طعاما، فكان أبو هريرة وحق له إذ هو ممن رباهم على عينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله ليطعمهم. فقلت، يقول عبد الله ابن رباح في سياق حديثه، فقلت يعني قال لنفسه أو لأهله محرضا وحاثا، فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي وأفعل كما يفعل أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأمرت بطعام يصنع، فأمر أهله ومن كان هنالك في خدمته أن يصنعوا طعاما. قال: ثم لقيت أبا هريرة من العشي يعني في آخر النهار، فقلت الدعوة عندي الليلة، كانوا في رمضان كما ذكر. قال: قلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني. قلت نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة وعندنا في الحديث الذي يليه عند مسلم رحمة الله عليه بذات السياق لنفس الراوي في ذات القصة ونفس الحدث أنهم انتهوا
إلى بيت عبد الله بن رباح ومعهم أبو هريرة رضوان الله عليه، ولما يدرك الطعام بعد يعني هو متصل بالحال، وهذا فارق ما بين ولم يدرك الطعام بعد، فهذا قطع للصلة بالحال. ولما يدرك الطعام بعد يعني ولما ينضج الطعام بعد، ولكنه على شفا نضوج. يقول: فقال أبو هريرة، يعني لما جلسوا والطعام لم يؤت به بعد: ألا تحدثنا يا أبا هريرة بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يدرك طعامنا، حتى ينضج طعامنا؟ فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم معشر الأنصار؟ يعني ما أختار لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا من حديثكم معشر الأنصار. ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، جاء من المدينة في جند الله رب العالمين مقاتلين مجاهدين لفتح مكة بعد نقض العهد وبعد نقض العقد وبعد إخلاف الوعد، فما هيج عليهم جند الإسلام إلا الغدر. وجاء النبي الوفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، المجنبتان الجناحان بينهما قلب الجيش، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وجعل خالدا على الأخرى رضوان الله عليهما، وبعث أبا عبيدة على الحسري الذين لا خوذ لهم والذين لا أدرع تستر صدورهم، فأخذوا بطن الوادي، يعني فمضوا في بطن الوادي مع أبي عبيدة أعني الحسرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته، والكتيبة القطعة العظيمة من الجيش. قال أبو هريرة رضوان الله عليه: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري، يعني صح بهم، اهتف بهم، اهتف بالأنصار، صح بهم وادعهم إلي، ولكن لا يأتيني إلا أنصاري. قال: فأطافوا به. وحدث هاهنا حدثا وكلاما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتيني إلا أنصاري. قال: فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأطافوا به، اهتف لي بالأنصار، ادعهم إلي. فذهبت فمررت بين الناس أدعو الأنصار واحدا واحدا: هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما منهم من واحد إلا أسرع طائرا بجناحي الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كانوا عنده فأطافوا به. حذف ذلك كله، فأطافوا به. ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، يعني جمعت السفلة والأوباش وسقط المتاع من الناس، فجعلتهم تقدمة يلقون محمدا وجنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقولون نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، يعني إن أصابوا من محمد صلى الله عليه وسلم فوزا ونصرا كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك للأنصار: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هكذا: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، يعني قد اجتمعوا عليكم. وقال بعض الشراح وهو الذي يصار إليه: فأخفى شماله صلى الله عليه وسلم وأمضى عليها يمينه كهكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم جعل يديه هكذا، يعني فروهم فريا ونتل بهم من وراءهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى توافوني على الصفا. قال فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، لا يدفعون عن أنفسهم، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، يعني هم لا يدافعون إلا بقدر ما يدفعون، لا يدافعون إلا بقدر ما يدفعون، لا يصنعون شيئا. قال: فلما وقع ذلك ماذا حدث؟ جاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى حثيثا، فقال: يا رسول الله، وكان قد أسلم، أبيحت خضراء قريش، يعني أبيدت واستؤصلت، ويقال للأجماع الذين يجمعون معا، وللأوزاع المتفرقين إذا من ضم بعضهم إلى بعض يقال لذلك خضراء، فخضراؤهم جماعاتهم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموطن يمر بأمرين كبيرين، فأما الأول فقد أخرجتموني بعدما طاردتموني وحاولتم قتلي فترصدتم بي رصدا، وأردتم أن تهتبلوا مني غرة للقضاء علي، وخرجت وتركت ومضيت وقاتلت وجاهدت وتعبت ودافعت عن دين الله رب العالمين، ثم أبت ورجعت، ولم أرجع إلا لنكثكم بعهدكم ونقضكم لعقدكم وخيسكم بوعدكم، فلم أفتك عليكم فماذا تريدون؟ ولكنه الصبور الحليم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصى الأنصار قبله بالإشارة هكذا: أوباشكم وأتباعهم يدفعون بهم في وجوهكم هكذا. والآن ماذا يكون الشأن مع الأنصار رضوان الله عليهم؟ لا قريش بعد اليوم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، ما الذي ألجأهم
إلى هذه اللحظة وهم ملوك البيان وسلاطين البلاغة وأساطين التعبير أيضا. أو ما كانت هنالك لفظة يمكن أن تكون ها هنا معبرة مؤدية للمعنى المراد سوى هذا الإطلاق؟ أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته صلى الله عليه وسلم. تدري لقد قالوها كأنها توطئة لعثرة، بل كأنما دفعوا بها اعتذارا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رأوا رأفته بقومه وكفه القتل عنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنحت به الطبيعة البشرية في أعلى مراميها وأجلى مساميها، فلا عتب عليه هاهنا وله العذر كله صلى الله عليه وسلم. لماذا أمن وقد أمر بأن نجعل فيهم السيف؟ لماذا قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؟ وقد أمرنا قبل وانتدبنا وحدنا لا تدعوا لي إلا الأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري، وهذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها الأمر المباشر بالفعل، وهي تفعل ما أمرت به على الوجه من غير ما تقصير، حتى يأتي الأمر من البشير النذير من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نظر بعضهم إلى بعض وقال بعضهم لبعض: أما الرجل صلى الله عليه وسلم فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي لم ينقلها، أعني القولة التي قيلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد، وإنما جاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا يتغشى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء يعني الوحي، فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. وهذا دليل صحيح صريح على أن الوحي بالسنة يكون من عند الله بالطريق المباشر هكذا. قالوا: قد كان ذاك. قال: كلا. وكلا ها هنا يمكن أن تكون على أصلها، يعني لا، لم يحدث أن أخذتني رغبة في قريتي وقد خرجت منها مهاجرا فلا أعود من هجرتي، وإنما أنا مستمر على ما كان. وأيضا لا رأفة في الفعل الذي كان من كف القتل عنهم ولا شيء، لأنهم عشيرة، وإنما ذلك لحكم جليل. ويمكن أن تكون كلا هنا بمعنى حق، نعم أدركتني رغبة في قريتي ورأفة بعشيرتي، ولكني لا أسير على مقتضى رغباتي الشخصية ولا أعود إلى قناعاتي الذاتية، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: كلا، إني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذن فماذا سيكون بعد؟ هاجرت إلى الله وإليكم
والمحيا محياكم والممات مماتكم. يا للوفاء! المحيا محياكم والممات مماتكم، وهذه أرضي وأرض آبائي، وهذه دياري وديار أجدادي، وهذا البيت بأشرف قرية ببلدة على ظهر الأرض، حبيب إلي عزيز علي، بناه أبواي إبراهيم وإسماعيل، وإني لواد أن أظل عنده، أطوف به وأستلم حجره وأظل هاهنا، ولكن الأمر كما أمر الله رب العالمين وقدر، وإنه صلى الله عليه وسلم لا يصدر في شيء عن شيء من أمر نفسه، وإنما كما قال له ربه وهو يترجم عن الوحي بالسنة النبوية. يقول النبي: المحيا محياكم والممات مماتكم، فأظل بينكم الحياة الباقية، فإذا مت فبينكم أموت، وبدياركم أدفن، وقبري عندكم ولديكم صلى الله عليه وسلم. وفاء ما بعده وفاء. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا ما قلنا إلا اضنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ما قلنا ما قلنا إلا أنا أشحة أشحة عليك، وإلا إنا بخلاء بك غاية البخل، لا نفرط فيك أبدا، ولا نتصور أن نعود ونخليك بعدنا، ولا أن نغادرك في مكان لا تكون معنا فيه صلى الله عليه وسلم. وعينا بعين وسنا بسن ووفاء بوفاء، المحيا محياكم والممات مماتكم. فصلى الله وسلم على سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم، إن الله ورسوله يصدقانكم فيما قلتم ويعذرانكم فيما لفظتم، لأن ذلك لا يصدر إلا عن الحب كما أعلنتم، وعن الظن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم يحصلون الأمان. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، أهذا إله؟ أهذا ينفع أو يضر؟ أهذا ينفع نفسه؟ أهذا يدفع لا ينفع شيئا من الضر ينزل على أم رأسه، أو يصيب لا بالقدى وإنما بسية القوس محجره وعينه؟ فلنرى. قال: في يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، يعني بطرف القوس المحني. فلما أتى على الصنم جعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطعن بهذا القوس الذي في يده في عين ذلك الصنم، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاء الحق وزهق الباطل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا للآلهة التي تباع في مزادات الآلهة، يزايد عليها في مزادات الآلهة مذيعة، من يزيد؟ إله حسن المنظر، انظر تأمل، انظر
إليه مقبلا ومدبرا، لف حوله وجره، وانظر إليه مصعدا ومصوبا، انظر إلى أطرافه وتأمل ردفيه، وانظر إلى عرض كتفيه، تأمل فيه ما تنفع وما تضر، ولكن العقول أحيانا تغيب حتى كأنه لا عقول. فاللهم كملنا بعقولنا وأنت أرحم الراحمين. فلما فرغ من الطواف أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو الله بما يشاء أن يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلم البشرية الوفاء، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف أو من ذهب منظوم بالجوهر، لا صخب فيه لا اختلاط للأصوات بارتفاع غوغائيتها، ولا نصب لا مشقة ولا تعب، فصفاء في المكان وصفاء في المكين وصفاء في الجو وصفاء في الضمير، وهي الصفاء كله رضوان الله عليها أمنا. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها. عجيب، هي التي لم ترها وهي التي تغار منها، وبلغت الغيرة منها مبلغها، وما غارت غيرتها منها على واحدة ممن عاصرتهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ قالت: ولكن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة في صويبباتها. هذه كانت تأتينا أيام خديجة، أنعم بأيام خديجة، اذهبوا بهذه إليها. وهذه كانت تطرقنا أيام خديجة، وأنعم بأيام خديجة، اذهب بهذه إلى صاحبة خديجة. وهكذا تقول عائشة: فربما قلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها، انظر، إنها كانت وكانت هكذا قالت رضوان الله عليها، يعني عائشة. قال فيقول صلى الله عليه وسلم: قالت عائشة فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. كانت وكانت رضوان الله عليها مزايا عديدة وخصال حميدة ومآثر مجيدة. ومن مآثرها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتد عليها في عشرتها بطولها مرة واحدة، وما أغضبته مرة قط، ولا راجعته في شيء أبدا رضوان الله عليه. ووفاؤه وفاؤه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضوان الله عليها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضوان الله عليهم
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذنت وجاء صوتها من خارج، قالت عائشة: فعرف استئذان خديجة، الصوت هو رباه، نبرة فنبرة بل بتطابق يكون، فأذكرت باعثة المكنون، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم هاله وهش لها وارتاح لاستئذانها إذ أذكرت بصوتها خديجة رضوان الله عليهما. قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. عجوز حمراء الشدقين يعني عجوز كبيرة جدا بلغت من السن المبالغ، فغضب، كان في مقدم رأسه كما قالت شعرات إذا غضب انتصبن، قالت: فلما غضب وكان بين عينيه صلى الله عليه وسلم عرق يدره الغضب، فلما انكفخ بين عينيه عرقه صلى الله عليه وسلم وانتصبت شعرات كانت هنالك فزعت، فقلت في نفسي: اللهم إن رضيت عني نبيك لا أعود إلى مثلها أبدا، فرضي، فلم أعد لمثلها بعد صلى الله عليه وسلم. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفتح الأعظم، فتح مكة، جاء أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء معه أيضا عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وهو أخو أم سلمة أم المؤمنين لأبيها، وهو ابن عمة رسول الله عاتكة بنت عبد المطلب. فأما الأول فكان شاعرا يهجو رسول الله وهو ابن عمه، يتلقف الناس كلامه وشعره لأنه يأتي من داخل، يظنونه ناخرا في جذع الشجرة وهيهات، فأصلها ثابت وفرعها في السماء، ولكنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر فكان يأتي بالأمور المعجزات متحديا: حول لنا صحراء العرب جنات خضراوات، أو ائتنا بسلم ترقى فيه إلى السماوات، إلى آخر تلك الاقتراحات السميجات يعرضها على سيد الكائنات ورسول رب الأرض والسماوات. ابن عمه وابن عمته
شاردان هائمان على وجهيهما في كل مغارة وكهف للنفاق تليد. أيضا يظاهرون على النبي صلى الله عليه وسلم كل جبار عنيد، هذا بلسانه واقتراحاته السميدة، وهذا بشعره البارد الغاد، يريد أن ينال منه منالا وهيهات. المهم وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموضع القرابة، وجد عليه ما في نفسه، فلقي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب، هما أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، وهو ابن عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما، أخوها والآخر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك أيضا إذ هو أخوها، قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عيرتي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال، لا حاجة لي فيهما، دعيهما أم سلامة، فقد آذياني طويلا وعنياني كثيرا، ذكرهما يبعث الأشجان، وسماع اسميهما يفجر الأحزان، دعيهما أم سلمة. فلما خرج الخبر إليهما بذلك، ومع أبي سفيان ابن الحارث بني له، ولد له صغير، فقال والله ليأذنن لي رسول الله أو لآخذن بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. يضغط عليه من موضع يعلم جدواه، ليأذنن لي أو لأجعلن يد هذا الصغير التائهة كالحبة من الرمال في الصحراء في يدي، ضعيفة هي تكاد لو ضغطت عليها أن تكون هاشما وتصير رميما، لآخذنه على ضعفه وضعفي، ولأضربن في الفلوات أتغول مع الغيلان في مسارح الشياطين وكهوفها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلا فليأذن لي صلى الله عليه وسلم، قال حتى نموت جوعا وعطشا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخل عليه فأسلما. وأنشد أبو سفيان ابن الحارث قوله في إسلامه، واعتذر مما كان مضى منه، أنشد قوله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هدى بيهاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطردي، يعني من جعلته طريضا لي يفزع وأتبع. زعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع بقبضته في صدره وقال: ويحك، أنت طردتني كل مطردي؟ ألم آذن لك منذ ثوان؟ ألم تكن تريد أن تأخذ بنيك وتضرب في فلوات الأرض لتموت جوعا وعطشا؟ أما يا لله ما أحلمه وما أكرمه وما أوفاه صلى الله عليه وسلم. يقول في بيان الحال، يقول: أصد
وأنأى وأبتعد، أصد وأنأى جاهدا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأدعى وإن لم أنتسب من محمد أبتعد عنه وأصد عنه، ولكن لا أعرف إلا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا كيف يكون الوفاء بفعله وقوله ودعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا بذكر ما يقص من قصص السالكين كيف يكون المرء رجلا حقا وصدقا، كيف يكون الإنسان إنسانا، لأنه خلق الإنسانية. فمهما عدمه إنسان لم يصر له من حظ الإنسانية ولا انتسابها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، والدينار من ذهب، فقال الرجل: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، رضيت بالله شهيدا ورضيت بالله كفيلا. فدفعها إليه، ويرى أنه دفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر المدين، خرج بالدين في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة. أين يخرج المرء من دماه؟ أين يمضي هارب من دمه؟ أين يمضي هارب من دمه؟ أين؟ أو يستطيع المرء أن يهرب من دمه؟ هذا وفاء قد استحوذ على الدماء فصار بنبض العروق في العروق يسري. قد آن الأوان وحل موعد السداد على حسب الأجل المضروب، وكأنه يقول لنفسه في نفسه: يا فلان ويحك، رضي الرجل بالله شهيدا ورضي به كفيلا، والآن تتأخر عن الموعد المضروب والأجل المسمى، فكيف؟ وفي الوقت عينه هو قد انقطعت حيلته وأصبح لا يستطيع شيئا، غير أنه أراد أن يعذر نفسه أمام ربه، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، يعني جعل عليه شيئا من قار، وجعل عليه شيئا يحفظه على موضع النقر حتى لا يتسرب شيء من ماء البحر الملح فيفسد الصحيفة ويتهاوى ما هنالك من هذا الدين المبعوث به إلى صاحبه، حيث ما يكون يؤدي الله رب العالمين عنه ولا يبالي، ثم يأتي أمر بعده. ثم أتى بها إلى البحر بالخشبة المنقورة، جعل في نقرتها صرة بالدنانير تعد 1000، وفيها صحيفة مطوية غير منشورة، يعتذر لصاحبه وأنه ما تأخر بملكه، وإنما أخر رغم أنفه، وعليه أن يعذره لأنه لا يستطيع أن يأتي إليه في الموعد. ثم جاء بها إلى البحر وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت:
كفى بالله كفيلا وقال: ورضيت ورضي. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا. فقال: ورضي بذلك. وإني جاهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. بسم الله. بسم الله مجريها ومرساها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سديد هذا في منطق العقلاء، قائم هذا بشيء من صواب عند زمرة الفقهاء. يعني لو فعلت ثم أتيت ولم تأتي الخشبة الرسول، فقد جعلت الخشبة رسولا يؤدي دينك مع الصحيفة. فلو أن الخشبة عبثت بها أمواج عاتيات، أو أرادت هي كخشبة أن تلعب مع الأمواج هنا وهنالك، وتلكأت عند شاطئ أو نبات أو ما أشبه، ثم جئت إلى صاحبك فرفع الأمر إلى القاضي، أو يعذرك القاضي حينئذ تقول خشبة؟ إن من يفعل ذلك لابد أن يحوله القاضي إلى البيمارستان. ولكن ها هنا شيء كبير، ولذلك يحتاط له أيضا. مثل يضربه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفجر في النفوس التي قد بعد معينها، ومع ذلك فالنبع منها على ضربة معول، ليجلو الصدأ بغبشه عن مرآة قلوب صدئت بغبشها، لتعود مجلوة تعكس صفاء أنوار المحبة بالإيمان. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، ولكن بربك انتظر. فرمى بها إلى البحر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما أبلغه، هذا شيء لا يمكن أن يوصف. انظر وهو يصف هذا الحال صلى الله عليه وسلم، الرجل عنده هذا الأمر النفسي يعالجه ويزاوله، وما أتى إلى البحر إلا بعد تجارب قد مضت وأعمال قد نفذت، يبحثها هنا وهنالك عن خشبة تصلح رسولا يؤدي الدين، وينقرها هنا وهنالك بعد البحث عن قدوم وإزميل، ويعالج ما يعالجه برفق وتؤدة، ويبحثها هنا وهنالك عما يزجج به بعدما أتى بالصحيفة التي كتب فيها ما كتب، ثم يحمل على عاتقه خشبته ويمضي يبحثها هنا وهنالك عن موضع يصلح أن يكون بداية لرحلة الخشبة. إي والله، لرحلة الخشبة تنخر في عباب الأمواج على ثبتها، تعلو بها موجة وتسفل بها أخرى، لكي تؤدى بعد ذلك إلى صاحب الدين حتى لا تخفر الذمة. فقد رضي بالله كفيلا ورضي بالله شهيدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فرمى بها في البحر، وقف على شاطئ الماء بعبابه يهدف في مرأى العين لا ترى إلا خضراء صاخبة، وفي سمع الأذن لا تسمع إلا هاديرا لاغبا. وهذا الله وحيدا متفردا يقف، اللهم تعلم وتعلم وإني أستودعكها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرمى بها في البحر ولم يسكت صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى ولجت فيه. السلامة في أن تكون تحت عينيك وفي متناول يدك، ستضيع يا صاحبي،
بين تبج الأمواج العاتيات العالية، أين تكون؟ أحسن التقديرات أن يقع عليها من الأناسج إنسج فيفيد ويستفيد. ولكن أو سنعلم أسماك القرش في بطون البحار وأسماك الحوت أن تتعامل بالدرهم والدينار، ماذا سيكون؟ إذن السلامة في منطق العقل لا في منطق الروح ها هنا وعقد الإيمان. السلامة أن تظل الخشبة غير ماخرة في عباد الأمواج ولا في تبج البحار، وإنما أن تكون تحت عينيك بل وفي متناول يديك. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه على بركة الله سيري، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. وهذا تألق الوفاء في نفسه، واجب الوقت، أنا أؤدي واجب الوقت ولا علي. انقطعت بي السبل وضاقت بي الحيل فهذا ما أقوى عليه، فاللهم أدي عني. وإذا استودع الله شيئا حفظه وقد فعله. ولكن لا يركن على هذا ولا إليه، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلد. انظر، ثم انصرف، ظل هنالك، لأن ثم تفيد التراخي، متلبثا كأنما صارت رجلاه جذور شجرة بجذعها، فظل على ساحل البحر المحيط قائما ينظر حتى مضت على بركة الله لا على رسلك بل سيري سريعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يجيء به يحضر به إلى أهله. إذن انصرف بعدما تلبث يرى أداء المهمة على وجهها، انصرف لكي يبحث عن وسيلة يعود به. لأي شيء يعود؟ قال: فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة، إي والله هي، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، وما ظن أن فيها شيئا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار مرة أخرى، قد أدى للبحر والآن يؤدي لصاحب الدين، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبره أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، وتقول لي بعثت إلي بشيء؟ أي شيء؟ بل هذا مالك وهو حلال علي، ولم يأتي للخشبة ذكر. وأما ذلك الرسول الذي أتى على ثبج الأمواج أمواج البحر فهو منفي من الذاكرة، وإنما كان أداء لحق قوله: كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، يعذر نفسه أمام الله. فقال: إن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. في رواية أنه قال: والله لا آخذ منك شيئا حتى تخبرني، وكان متمنعا عليه لا يريد إخباره، فلما أخبره قال: إن الله أدى عنك الذي أرسلت إلي في الخشبة، فانظر إلى وفائه، وانظر إلى المثل المضروب من نبيك صلى الله عليه وسلم، وعد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الخلق الأصيل،
فاقتبس منه ما شئت، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وردني الله وإياك إلى الصراط المستقيم، وفجر الله رب العالمين في قلبي وقلبك يا نبيع الحكمة، وأدرى ذلك على لساني ولسانك برحمته، وجمعني الله وإياك في جنته في الفردوس الأعلى منها مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وحصن فروج المسلمين، واستر عورات المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.